رسالة من الزعيم محمد بن عبد الكريم الخطابي إلى الأمين العام لحزب الشورى والاستقلال محمد حسن الوزاني في قضية الاختطافات السياسية خلال عهد بداية الاستقلال. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرة الأخ المحترم السيد محمد حسن الوزاني، فلقد وافانا كتابكم الكريم مع نسخة من التقرير الذي تقدمتم به إلى وزارة الداخلية يوم التاسع من جاري المؤرخ بتاريخ 23 يونيو، ونجهل السبب في تأخره هكذا كما ترون. ونظرا لأهمية المواضيع التي أشرتم إليها، أسرعنا بالإجابة مع شكرنا وتقديرنا لاهتمامكم المتزايد بقضايا البلاد والأحداث التي جرت بها طيلة مدة السنوات الأخيرة. ونأمل أن يكون لاهتمامكم هذا نتائج مطلوبة ومرضية، كما نأمل أن يوفق الله المسؤولين لتلافي الأمر وإصلاح ما فسد، ويهديهم لرؤية الحق حقا والباطل باطلا، حتى يسترجع المغرب الكريم كرامته وتاريخه العظيم. ولقد فتمونا بمعلومات تتعلق بالمختطفين والمعتقلين والمبعدين، وأنكم قد عملتم وستعملون بما يجب لإنقاذ الأسر المنكوبة في الأهل والأعراض والأموال، وهو عمل تشكرون عليه. أيها الأخ المحترم، إن ما وقع في بلادنا من الآفات والمصائب والكوارث والمآسي تثير عواطف الجمادات إن صح هذا التعبير، ولكن مع الأسف رأينا القوم مروا ويمرون عليها مر الكرام ويعتبرونها كأنها لم تكن، وما رأينا منهم قط ما يدل على التأثر والاهتمام، بل رأينا الأمر بالعكس، يشتغلون بالسفاسف وإقامة الحفلات والمظاهر الفارغة التي تدل على الابتهاج أو بالأقل على المبالاة، ولا يعلمون أن مصدر هذه المصائب كلها وهذا الشقاء الذي عم أمتنا شيء واحد، هو وجود العدو بالبلاد. والغريب أن القوم يعتبرون وجوده شيئا عاديا أو شيئا لا مفر منه ولا علاج له، وتلك هي المصيبة العظمى. إن المسؤولية كلها تقع على الذين تولوا الحكم وزمام الأمر في البلاد منذ أن ابتلينا لا بالاحتلال ولكن بكلمة الاستقلال. فهل نرى اليوم الذي يدرك فيه المسؤولون هذه الحقيقة أم لا؟ مع العلم بأن الشيء الوحيد الذي يجب أن يهتم به كل الاهتمام هو الجلاء، والجلاء وحده وقبل كل شيء. أما ما ذكرتموه في المذكرة التي قدمتموها إلى وزارة الداخلية بشأن المختطفين والمعتقلين والمبعدين، مع قائمة إضافية بأسماء بعض المختطفين بالمختطفين والمعتقلات التي أنشئت لتعذيب الأبرياء والأحرار من المجاهدين، فلقد استغربت كثيرا كيف خفيت عنكم معرفة ذلك بالتفصيل مكانا وزمانا، رغم وجودكم في البلاد وتتبعكم بأنفسكم أحداث هذه المآسي التي كانت هيئتكم السياسية من أهدافها، مع أننا قد استطعنا بواسطة معلوماتنا ولو وسائلنا القليلة أن نحصل على الوثائق الصحيحة التي أفادتنا بكل ما حدث في البلاد. وإليك بعض من هذه المعلومات الدقيقة التي لا يتطرق إليها الشك أبدا، ومعلومات تحمل ما بين طياتها مآسي تفتت الأكباد وتذيب العقول وتشمئز منها النفوس وتقشعر منها الجلود وتحار لها العقول. أسماء المعتقدات: جنان بريشة بتطوان، جنان الرسولي بتطوان، دار الخمار بتطوان، دار بشارع محمد الخامس تواجه كونتيننتال بتطوان، نقطة البوليس، بناية الأمور الوطنية سابقا قسم المجرمين بتطوان، دار بسفح جبل غرغيز تدعى طوريطة بضواحي تطوان، كهف بالرينكون في طريق تطوان سبتة، عزبة بدار بن قريش بضواحي تطوان، عزبة بوادي سيفلاو في طريق شفشاون تطوان، عزبة بقبيلة بن أحمد السراق على الحدود بين المنطقتين سابقا، كهف بسبع ألويات بقبيلة غمارة بمقاطعة شفشاون، عزبة بضواحي ترقيس بمقاطعة الحسيمة، المعهد الديني بن حسيمة بمقاطعة الريف الوسطى، دار حارس الغابة بضواحي مدينة الحسيمة، أجدير حيث كانت إدارة دائرة بن قبيلة بن ورياغل بمقاطعة الريف الوسطى، أربعة التورير في نفس إدارة بن وعيج بن ورياغل بمقاطعة الريف الوسطى، دار معروفة قريبة من مسجد بمدينة الناظور بمقاطعة الريف الشرقي، عزبة بسفح جبل زغنغن بضواحي الناظور بمقاطعة الريف الشرقي، دار
فوق قرية زيجو بقبيلة ولاية ستوت بمقاطعة الريف الشرقي كهف ببوسكور، حيث كان مركز جيش التحرير سابقا بقبيلة مطارسة الريف الشرقي. تيزيوسلي حيث كان مركز جيش التحرير سابقا بقبيلة زنايا مقاطعة تازة، عين باردة بضواحي وزان، عزبة في طريق سوق ربيعة الغرب وزان. دار بمدينة العرائش كانت مكتبا لهيئة سياسية معروفة، عزبة بضواحي العرائش لمواطن مغربي له سواغ يكون معروفة، دار معروفة كمكتب لتسيير شيء ما بمدينة القصر الكبير، عزبة في طريق القصر الكبير عربة ومركز معروف بقرية الخميسات، عزبة تبعد عن قرية تيفلت بمقدار 5 كيلومتر، دار عرفت كمكتب لتسيير شيء ما بمدينة القنيطرة، عزبة تبعد عن القنيطرة في الجنوب الشرقي 12 كيلومترا تقريبا، دار معروفة توجد قريبة من قرية تمارة بضواحي الرباط كهف أو وكر بدوار الدباغ، عزبة لمعمر فرنسي في طريق الرباط بني ملال. نقطة البوليس بالدائرة السابعة مدينة الدار البيضاء، نقطة وداع أو دار معروفة بطريق عين ديونة، عزبة لمواطن مغربي تظاهر بالوطنية بضواحي خريبكة، مركز معلومة مشهور ببرزخ محظيت في طريق قرية ميدلت، دار معلومة بقرية قلميمة بمقاطعة تفيدات الصحراء، دار بالواد الذي يخترق مدينة صفرو شمال سيدي علي بوسرغين، عزبة من ممتلكات القائد المشهور رحب بضواحي مدينة فاس، دار بحومة البليدة تحت ضريح السيد أحمد التيجاني بفاس، دار بدرب طويل بمدينة فاس، دار مهجورة بحومة باب الخوخة بفاس، عزبة لمعمر فرنسي في طريق فاس مكناس، عزبة قريبة بقرية عين طوشطات في طريق فاس مكناس، نقطة بوليس معلومة بدار دبيب بالمدينة الجديدة بفاس، عزبة لمعمر فرنسي معروف قريبة من ولماس، عزبة لمعمر فرنسي ببوشرو بزيادة، عزبة من ممتلكات مغربية تدعى عائشة المهروقية، عزبة لمعمر فرنسي الشرق جنوب غابة المعمورة، دار سرية بقرية فضالة، دار كمكتب بمدينة الصويرة، دار لموظف معروف في قرية بخريفكا، دار من ممتلكات الباشا القلاوي مدينة مراكش، عزبة بضواحي قرية تنجداد بالصحراء كهف سابقا كان مركزا لجيش التحرير بنقطة المروج بضواحي تازة، كهف معروف بضواحي قرية تفوغات في قبيلة بني زنازن، نقطة بوليس معروفة بمدينة وجدة، دار سابقا كانت كفندق في مدينة وجدة، عزبة بسال أنجاد بضواحي أنجاد بضواحي وجدة، دار لقائد معروف بقبيلة البرانس بضواحي تازة، نقطة بوليس معلومة بمدينة طنجة فوق القصر الصغير، دار لأجنبي معروف في الرأس المواجه لمدينة طنجة شرقا، وهناك في إقليم سوس 12 مركزا من مراكز التعذيب والتقتيل، ونعتقد أنكم تعرفونها ولا شك. وبعد، فهذه بعض من الأماكن التي أنشئت خصيصا للتعذيب والتنكيل منذ 27 من فبراير 1956، وفي هذه المعتقلات الجهنمية ذاق العاملون والمجاهدون المخلصون كل أنواع التعذيب والتجويع، مع العلم بأنها كانت متفاوتة في الشهرة، أي التشهير بالتعذيب والمبالغة في السرية والكتمان. أما المعتقلون فلقد بلغ عدد الذين عذبوا في المعتقلات الجهنمية التي ذكرناها بالضبط والتقدير 9672، كلها معروفة بالاسم واللقب والعمر والمهنة وحتى الحالة المدنية، لا يتسع المجال لذكرها في هذه الآونة، وأطلق سراح 6520 لغاية 26 من فبراير 1960، وجلهم ما زالوا مشوهين ومفتورين من الأعضاء التناسلية أو الأرجل أو العيون أو الآذان، أما الباقي فما زال في غياهب السجون والمعتقلات المجهولة، على أن جلهم قد لاقوا حتفهم من جراء التعذيب. ففي تيزي وسلي بقبيلة كزنايا حشروا 82 ضحية في كهف يقع في طريق تيزي وسلي تال مغيث، وواروا عليهم الكهف وهم أحياء بعدما عذبوهم وشوهوهم. وفي أجدير بقبيلة بني ورياغل بمقاطعة الريف الوسطى حشروا 75 ضحية وقتلوهم رميا بالرصاص بعدما عذبوهم وشوهوهم، وكانوا يدفنونهم تحت ستار الظلام في أماكن مختلفة مبعثرين هنا وهناك، ولكنها معروفة لدى المهتمين. ومما يجدر ذكره أن بعض الأفراد ممن كانوا يحرسون من كان يقوم بتنفيذ الإعدام في هذه الضحايا ما زال حيا يرزق، معروفون بالاسم والعمر وهم يعترفون بذلك بكل بساطة. وفي 4 توريف بن بوعياش بقبيلة بني ورياغل بمقاطعة الريف الوسطى حشروا 35 ضحية قضوا فيها 30 شهرا كلها تعذيب وتنكيل، وأخيرا قتلوهم عن آخرهم وبالضبط
نقلوه من هناك ليلة السادسة من أكتوبر 1958، وقتلوهم ليلة السابع من أكتوبر 58 بغابة على شاطئ بقبيلة بقيوة، كله من أبناء الجنوب. وفي المعهد الديني بالحسيمة قتلوا 25 ودفنوهم في نفس المعهد، ووضعوا عليهم البلاط في بيوت معروفة لدى المهتمين، وكله من الجنوب أيضا. وفي جنان بريشة بتطوان الذي يعتبر في الدرجة الأولى من المعتقلات الجهنمية، يغتال فيه 120 مجاهدا بعدما عذبوهم وشوهوهم. وفي بئر بضواحي مدينة الناظور بمقاطعة الريف الشرقي حشروا 30 صحية وواروهم بالتراب، اكتشفهم الأحرار في شهر فبراير 1960. وفي كوميسارية الدائرة السابعة بالدار البيضاء قتلوا رميا بالرصاص 90 ضحية ودفنوهم في ضواحي المدينة، وما زال بعض الحراس الذين شاهدوا ذلك بأعينهم أحياء يرزقون ويعيشون في مدينة وجدة ومكناس وطنجة والرباط، وفي مكان معروف يبعد عن الرباط بثمان كيلومترات في طريق الرباط. تمارا أقبروا 92 ضحية أحياء بعدما حفروا قبورهم بأيديهم. وفي جلمين بسوس أقبروا 65 ضحية بعدما عذبوهم وشوهوهم وبتروهم. ومما يجدر ذكره بهذه المناسبة أن مقبرة ضحايا تمارا ما زالت معالمها ظاهرة للعيان لحد الساعة هذا، ونحن نعلم سلفا أن كل هذه المآسي حدثت يوم كان وزير الداخلية الحالي رئيسا للحكومة آنذاك، مما جعله يحيط بكل ما جرى وحدث إحاطة كافية لكشف حقائق الأمام الرأي العام المغربي. أما المختطفات من بنات المغرب العزيز فلقد بلغ عددهن 235 ما بين المتزوجات والأبكار، ومن الشمال فقد اختطفت 75 حشروا منهن 25 في دار معروفة بحومية ثانية الرمل في تطوان، حيث ظلوا يترددون عليهن صباح مساء ليل نهار لهتك أعراضهن إلى أن اختفينا نهائيا من الوجود. وفي عزبة معروفة على شاطئ واد ورغة حشروا 15 لنفس الغرض، والغاية هو هتك أعراضهن. وفي دار معروفة ومشرف على مدينة الحسيمة بالريف الأوسط حشروا 15 لنفس الغرض، وقد استطاعت 3 منهم أن ينجين بأرواحهن إلى مدينة سبتة. وما زلنا لحد الساعة هناك وفي مدينة الناظور ونواحيه، فلقد وقع ما تشمئز منه النفوس وتقشعر منه الجلود في هتك الأعراض وسلبي بكار النساء. أما المساجين فلقد بلغ عددهم عدد ما دخل السجن وزج به في غياهبه بدون أسباب معقولة منذ إعلان الاستقلال الموهوم لغاية الفاتح من أبريل سنة 59، نقول بلغ عددهم 80,000 وزعت على السجون المركزية في المدن والصحاري والقفار، منها في الشمال 2342، ومن السخرية بمكان أن 95% منهم لا ذنب لهم أبدا ولا جريمة لهم مطلقة، والدليل على ذلك أنهم لما كانوا يطلقون سراحهم يأخذون منهم تعهدا بعدم إفشاء سر دخولهم السجن، يهددونهم بالرجوع إذا ما أفشوا سر تهورهم هذا. أما مساجين حواديت الشمال في أوائل سنة 59 فلقد بلغ عددهم 8,420، أطلق سراح 5,431 بعدما ذاقوا ما لا يوصف من أنواع التعذيب والتنكيل في المعتقلات العسكرية التي كانوا يحيطونها بالأسلاك الشائكة، وحكم على 323 بأقصى حكم سمعنا به لحد الآن، والباقي ما زال محتفظا به في السجون بدون محاكمة. أما المبعدون إثر حوادث الريف فقد بلغ عددهم 542 موزعين على إسبانيا وإيطاليا والجزائر وألمانيا ووجهات أخرى معروفة. والمسجونات والمعتقلات فلقد بلغ عددهن 110، أطلق سراح 95 منهن فقط. معلومات دقيقة تتعلق بالاختطافات والمختطفين من مراكز الاختطاف والاعتقال في 1956 1957 مكررة. محمد حسن الجزاني زعيم حزب الشورى والاستقلال في رسالة له إلى وزير الداخلية في تلك الأثناء. من مراكز الاختطاف جنان بريشة تطوان، معتقل معروف بغفساي ناحية فاس، جنان الرسولي تطوان، دار القائد المفضل الزروالي شفشاون، مركز الشرطة السابع ستيام، التائر السابع المعروفة بالدار البيضاء. بعض رؤساء جنان بريشة بتطوان بن حاج العتابي عامل الناظور اليوم يعني في 56 57 وما جورها، الفقيه الفيقيقي
محمد السكوري ساكن في تطوان، المدني ساكن في تطوان، بعض أفراد عصابة الاختطاف، مصطفى القصري المكنى بوجهينا في طنجة، محمد الريفي حارس وسائق على الفاسي، أحمد الجزيري مفتش حزب استقلال الشمال ساكن بطنجة، أحمد وكريم تاجر بطنجة، عبد السلام جبل الحبيبي المكني ببوريس كارلوف يوجد اليوم في الشرطة بتطوان بالناظور، أحمد توزاني قائد ممتاز بالشمال، عبد السلام الكبداني، محمد بن المقدم التمساماني، أحمد ديموسي، محمد حلوية خادم الدكتور عبد اللطيف بن جلون طنجة، مصطفى خمليش، محمد الريفي كاتب حزب الاستقلال بطنجة، عبد السلام التونسي بطنجة. بعض الشهود في قضية الاختطاف فيما يلي: أسماء بعض المواطنين الذين اختطفتهم العصابة واعتقلتهم وعذبتهم بجنان بريشة وهم مستعدون للإدلاء بالشهادة أمام السلطة والمحكمة إذ دعوا لهذا. وقد رأوا عدد من المختطفين الآخرين الذين لم يظهر لهم أي أثر إلى الآن مثل إبراهيم الوزاني وعبد السلام الطود، وهم إبراهيم بن الحاج عبد القادر الركراكي الفضالي ساكن بالمحمدية، مصطفى العمراني تطوان، أحمد أمغار طنجة، المهدي التشكاني تطوان، محمد الحاج توفيق طنجة، محمد البقيوي طنجة، عبد السلام المرنسي طنجة، عبد محمد الهادي طنجة، عبد الكريم بودرة طنجة، عبد السلام العماري طنجة، أحمد بن نيشة طنجة، مولاي حمدي الورياغلي طنجة. معلومات إضافية: يوم سليمان المختطفون أحمد أمغار وإبراهيم الزني وعبد السلام الطود ومحمد السعيدي وعبد الكريم الحاتمي وعبد السلام التدلاوي والجلالي إلى آخره من معتقل جنان الرسول بتطوان، جاء عامدان من الشرطة من الدار البيضاء لإجراء البحث، وهما الكوميسيران الحاج بريك وإبراهيم وكانا في قسم الشرطة في قسم الشرطة الدائرة السابعة بالدار البيضاء. أرقام سيارة الاختطاف: سيارتي من الحاج العتابي عامل فشاون 25 المغرب 9861، سيارة عامل العرائش 23 المغرب 9140. وهذه وردت في ورقة واردة في تقرير فرح حزب الشورى والاستقلال بتطوان إلى في رسالة إلى الملك بتاريخ 3 أكتوبر 1956 إلى جانب سيارات أخرى. أوراق رسمية وبيانات قائمة بأسماء بعض المختطفين من تطوان: ابن إبراهيم بن عبد الله الوزاني اختطف في شوال 1375 هجرية، عبد السلام الطود في نفس السنة من طنجة، عبد القادر بن عمر برادة 1656، حامد بوسليخن 1656، محمد العروسي الرابع ذي الحجة 1375، عبد الكريم الحاتمي الثالث ذي الحجة في نفس السنة، أحمد بن إدريس الزرعوني في ذي القعدة 1375، الجلالي العرائشي اختطف في ذي القعدة 1375، محمد السعيدي من بوحوت في شوال 1375، محمد بن أحمد الغساوي اختطف في شوال 1376، محمد بن شعيب تزاني المكني الدبلوماتيكي، محمد ود الفقيه السعيدي، الحاج محمد الخمسي، عبد السلام التدلاوي، بوشعيب بن مصطفى التوزاني، المهدي المؤمن التشكاني، كلهم اختطفوا في 1956. من القتل الكبير الهاشمي الطود اختطف في صيف 56 من أصيلة، محمد عبد السلام البقالي في 56 من الريف، حد واقشيج، محمد بن عبد القادر الشدي بن سعيد الشدي بن سعيد المريني بن علال السعيدي بن سعيد من الدار البيضاء، ميلود بن الجلال زغلول الزياني اعتقل في غشت 56 وكان بمركز الشرطة الدائرة السابعة 6 أيام المعروف جدا، محمد بن محمد الحريزي اعتقل في فتح غشت 56 وكان بمركز الشرطة السابعة 6 أيام، بوعزب محمد الجلالي المزابي اعتقل في 56 مركز الشرطة السابعة، محمد بن أحمد الشليحة اعتقل في غشت 56 وفضل وجيء به المركز السابع، إبراهيم المبارك البرهان اعتقل في أوائل غشت 56 وسيق إلى المركز السابع، عبد الرزاق أحمد الهواري اعتقل في الثالث من عيد الأضحى 1375 هجرية، علي بن حسن العريفي خليفة بن العربي الدكالي 25 يوليو 56 مركز الشرطة 6 أيام السابع، مركز الشرطة الدائرة السابعة 6 أيام، الدار البيضاء، الحسن الكندامي اعتقل في غشت في 25 يوليو 56 وكان بمركز الشرطة الدائرة السابعة 6 أيام، محمد بن الحسن كرنفال السوسي اعتقل في 25 يوليو 56، محمد بن محمد الرشيد اعتقل في سنة 56 بوشنتوف، إدريس بن محمد اعتقل في سنة 56، محمد بن اليماني اعتقل سنة 56 من فضالة من سلا.
أبو بكر بن العباد اعتقل من المشهور الساعد بالرباط يوم الجمعة مارس 75، وانت